ال 40 كيلو كل يعني ال 40 ال 40 حصان كلهم ال 40 حصان كلهم كنت باخدهم منين؟ باخدهم من الكهرباء. بدات الطاقه لما بدات تطلع وليكن وليكن مثلا طلعت له حصان يبقى يقل من الطاقه الكهربائيه يبدا الكهرباء تقل تبدا الكهرباء تعلى ده يقل دخلت الطاقه لحد الكيرف الكامل بتاعها وخلاص ومديها الموتور كل قوته بتقول له الكهرباء اشكن انت شويه انا مش محتاج منك حاجه تيجي مثلا من الساعه 3 3:30 هيبدا الهرتز مثلا يبقى 49 ونص هياخد ال فهبقى مثلا محتاج ايه واحد من يعني هيبقى محتاج جزء من جزء يبقى مكمله من الكهرباء بدا الكيرف ده بدا يقل تاني 3 ونص بدا الكيرف يقل يبدا يسوده من الكهرباء يوصل لحد بقى الساعة 6 ياخد من 5 لـ 6 تمام يبدأ أي فولت هو مطلعه من الطاقة بياخده ويكمل عليه كهرباء لحد ما ينتهي خالص ما عادش فيه شمس يبدأ يشتغل على الكهرباء تاني بسم الله الرحمن الرحيم معك عز السعداوي من شركة البحر الأحمر للطاقة الشمسية فرع الدخل الحمد لله رب العالمين شركة البحر الأحمر للطاقة الشمسية شركة معتمدة من هيئة الطاقة ومعنا الحمد لله رب العالمين مجموعة من الاستشاريين في مجال الطاقة الشمسية على رأسهم طبعا المهندس الكبير مهندس حبش الناقة من أكبر الاستشاريين على مستوى الجمهورية في مجال الطاقة ومعنا طبعا مهندسين تنفيذيين تخصص كهرباء المهندس محمد سيد طبعا والمهندس محمد خالد ومعنا المهندس أحمد جمال ومعك أخو عز السعداوي فبطمن الجميع شركة البحر الأحمر للطاقة الشمسية فرع الدخلة شركة معتمدة رسميا والحمد لله رب العالمين شركة البحر الأحمر للطاقة الشمسية فرع الدخلة نفذت حوالي 27 محطة طاقة شمسية على في مختلف القرى يعني الهنداوة التنيدة غرب الميهوب القصر بدخوله الجديدة المشية العوينة بلاط طبعا المحطه اللي احنا فيها بلاط 40 كيلو والحمد لله رب العالمين اللي يحب يتعامل عن طريق البنك الزراعي في تمويل من البنك الزراعي للفلاح بيسهل للفلاح يعني النهارده معانا الحاج مجدي ضحاوي والحاج فوز ضحاوي من الناس اللي استفادت من شركه البحر الاحمر للطاقه الشمسيه جايين النهارده نمرر التجربه بتاعتهم ويقولوا هم كانت المشكله معاهم فين وشركه البحر الاحمر عرفت توفر لهم ايه عم الحاج مجدي المشكلة عندك كانت في التمويل طبعا عشان تركب طاقة شمسية وتوفر مصاريف الكهرباء لان مصاريف الكهرباء عندنا صعبة جدا طبعا شركة البحر الاحمر عملت معك ايه عشان تعرف تركب طاقة النهاردة احنا فرحانين بيها وبتفجير البير والله انا الحمد لله رحت للاستاذ خالد في البنك الزراعي وفي مركز بلاط والله يبارك له ودلنا على الطريقة اعمل ايه والورق المطلوب وعملته والحمد لله ربنا كرمنا بشركة البحر الاحمر للطاقة والناس قاموا بالواجب وعملوا مصلحه معانا وشغلهم تمام يعني طيب حاج مجدي من ساعه ما مشيت في الاجراءات لغايه ما ركبت لغايه ما المايه طلعت من البير وصلت قد ايه الفتره كانت قد ايه يعني يعتبر ما كملتش حوالي 20 يوم كده لشهر يعني ما كملتش حتى اكتر من شهر هو من 20 يوم من ساعه الاجراءات لغايه ما طلعت المايه بس هو بالنسبه للورق حسب الورق بتاعه كل واحد حسب ورقه الورق اللي جاهز طبعا هو ده اللي اصلا جاهز من اللي ورقه مش جاهز يعني بتطمن الناس ان ورقك بيخلص في خلال شهر من ساعه ما بتمشي في الاجراءات لغايه ما تطلع اول نقطه ميه بالظبط بالظبط هو يعني لو تسريح العين جاهز ومجدده ما ممكن يكون عنده متراكمات بالظبط ما دفعش ايجار الارض هياخر كل ده هياخر عليه وهيكلفه هيقول لك يحسب كل ده تبع التكلفه لكن لو هو دافع ايجار الارض في الصندوق ودافع ومجدد تسريح العين ما بقالوش 3 4 سنين ما جددوش ده هيفرق معاك كتير قوي طيب عم الحاج فوزي استاذن حضرتك هل تعتقد ان الطاقه الشمسيه بتوفر على الفلاح ولا زيها زي الكهرباء اعتقد ان هي بتوفر قد ايه في الكهرباء او في تكلفه الكهرباء 20 من 20 ل 30% طيب استاذنك بقى ان احنا هنرجع للمهندسين هم اللي يقولوا لنا النسبه قد ايه باشمهندس خالد باشمهندس عزت النسبة الحقيقية اللي بتوفرها الطاقة الشمسية ما بين الكهرباء وبين الطاقة الشمسية قد ايه؟ النسبة الحقيقية اللي بتوفرها الطاقة الشمسية من الكهرباء بتتراوح من 40% ل 55% يعني الفلاح كان يعتقد ان هي من 20 ل 30 طلعت ان هي الضعف بالظبط من 40 ل 55% طب تمام جدا 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 انا اشكركم طبعا عن تجارب يعني والحاج مجدي
ولا الحاج فوزي هو لسه المحطه شغاله امبارح، فهتفرق معاه بقى اخر الشهر وهو هيقرر القرار النهائي وفرت معاه قد ايه. حاج مجدي، تنصح الفلاح في الوادي الجديد بايه علشان يوصل لمرحله كويسه او ان هو يبدا يكسب كويس؟ انصح انه يتوجه للبنك الزراعي في قريه في مركز بلاط، وهناك هيقوم معاه بالواجب وينصحوه للصح للطاقه المتجدده وللري الحديث، ويروح لشركه البحر الاحمر ان شاء الله، يعني ناس فيها رجاله فاهمه ومهندسين على احدث مستوى، وان شاء الله ربنا يوفقك. اشكرك جدا يا عمي والف مبروك على الميه، وان شاء الله نيجي نصور معاك بعد الزرع باذن الله. والله صح، واقف.